في أجواء مليئة بروح المسؤولية والالتزام، يستعد المجلس البلدي سبها لاستلام كافة المقرات الحكومية والتي كان يتمركز فيها بعض التشكيلات هناك. وجاءت هذه الخطوة عن طريق كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة بالقوات المسلحة، والتي قالت بأن التشكيلات استجابت بسرعة دون مشادة أو ضغط. نحن مستعدين بإذن الله يعني باستلام جميع المقار، وحقيقة في بعض الأخوان أبدوا استعدادهم على تسليم المقار، جميع المقار يعني ما فيش مشكلة معهم، وإحنا أصلاً ما نبوش أي مشكلة، لأن الشباب كانوا في لبعض كان محافظ على المناطق دي حقيقة، يعني الحقيقة لما نجي الحقيقة نحن جزء منهم كان محافظ على المناطق دي وكان لهم دور كبير، ونشكرهم على هالاستجابة الحقيقية، أن استجابوا أن يخرجوا من المقرات دي ويسلموها للمديريات والأجهزات الأمنية. قمنا اليوم بتسليم المقر للجيش الوطني، وبترتيبات من احنا نجي يستلم المقر، وان شاء الله تكونوا يعني يحس ان ضمكم، وان شاء الله المقر ما يكون فيه شيء واي حاجه، من احنا داعمين للجيش ومع الجيش. طلبنا منهم تسليم المقرات الحكوميه سواء كانت داخليه او غيرها عن طريقنا الى المجلس البلدي سبع، وكانوا أول من استجاب اليوم بدون ضغط أو تأثير، كانت استجابة واضحة منهم لبناء بلدي سبها ولبداية المؤسسة العسكرية في الجنوب. من المقرات التي سلمتها كتيبة طارق بن زياد للأجهزة الأمنية هي مديرية أمن سبها، وأكد أفراد التشكيلات التي كانت تتمركز في المقر قبل الاستلام بأنهم يدعمون الأجهزة الأمنية والجيش الوطني في كل ما يبذلونه في سبيل حفظ أمن واستقرار الجنوب الليبي. جميع الأجهزة جاهزة لاستلام المواقع، إحنا باعتبار مديرية أمن سبها عندنا تقريباً زوز من الاثنين من الأماكن اللي هو طلعوا منه الباب الرئيسي اللي من هنا اللي يعرفوا جماعة المدخل الرئيسي المديرية، وفي مبنى حتى داخل المديرية. باشر قسم المرور والترخيص التابع لمديرية أمن سبها فوراً بإصدار المخالفات وضبط المركبات الآلية المخالفة للقوانين. طبعاً بدينا في عملية ضبط مركبة الآلية تجول، بدينا في الشارع العام اللي هي ضبط المركبة الآلية تجول بدون لوحات معدنية، ضبط المركبة الآلية اللي يوجد بها زجاج معتم، ضبط السيارات التي لا توجد فيها شروط أمن ومتانة. أكدت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة بأنها هيأت كافة الأجواء المناسبة للأجهزة الأمنية لمباشرة عملها من جديد داخل مقراتها، وتقول مديرية أمن سبها بأنها وجهت نداء لكافة المنتسبين للعودة إلى أعمالهم والاستجابة فورا قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في القانون رقم 10 بشأن الأمن والشرطة. درنا إعلان لجميع منتسبي مديرية أمن سبها من ضباط وضباط صف بالالتحاق الفوري إلى مقر أعمالهم لكي لا يتخذ ضدهم الإجراءات القانونية وفق القانون رقم 10 بشأن الأمن والشرطة، كما نص عليه المادة 64 من هذا القانون. الغياب إذا كانت انقضاء عن العمل لمدة 45 يوم يفصل وفقا للقانون رقم 10. بفضل بطولات وتضحيات أفراد القوات المسلحة التي أثمرت عن إعادة سبها إلى أحضان الوطن، والتي كانت تعاني لسنوات طويلة من الإرهاب وعبث المرتزقة، ها هي جميع الخدمات بدأت تعود تدريجياً إلى المدينة، وبالتوازي مع حالة التعافي التي تشهدها المرافق العامة يعود الأمل والأمن إلى حياة المواطنين هناك. روان العبيدي، ليبيا الحدث.